تبنت خلال هذه الفترة كلية العراق الجامعة استمرت تبنت وبدأت ولا زالت مستمرة في عطائها بتقديم كل ما يحتاجه الطلبة من المستلزمات الضرورية للدراسة العلمية التعليمية وعلى وجه الخصوص الإلكترونية. كنا قد بدأنا طبعا في الدراسة الصفية لأشهر عديدة، الآن نكمل المسيرة بالدراسة الإلكترونية أو الدراسة عن بعد. هذه الدراسة اللي أصبحت الآن ضرورة لاستمرار العملية التعليمية ولئلا يخسر الطلبة طلبتنا الأعزاء عام دراسي كامل يؤثر عليهم ويؤثر على ذويهم وأهليهم. مستمرة العملية التدريسية، وفرنا منصة متكاملة في كلية العراق الجامعة معتمدة بشكل أساسي على منصة مودل العالمية. هذه المنصة تحتوي على الكثير، كل الدروس مكتوبة أو معطات بطريقة مكتوبة مطبوعة عن طريق ملفات البي دي اف أو الوورد أو الباوربوينت، ومحاضرات فيديوية مشروحة شرحا تفصيليا لتلك المحاضرات، بالإضافة إلى استمرار الأساتذة بالتواصل مع الطلبة عن طريق منصات الجوجل كلاس روم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الواتساب أو التليجرام أو عن طريق الهانج أوت أو عن طريق البريد الإلكتروني في إجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، بالإضافة إلى قناة اليوتيوب، قناة الجامعة على اليوتيوب التي توفر المحاضرات المسجلة فيديويا، بالإضافة إلى المنصة قناة اليوتيوب تدعم هذا الموضوع. وأخيرا إحنا الآن في غضون هذه الفترة نؤدي امتحانات يومية، امتحانات اليوم بشكل يومي للكوزات الإلكترونية. هذه الكوزات سوف تساهم برفع مستوى الطلبة كونها ستجبرهم على المكوث في البيت، ستجبرهم على مراجعة المادة، أيضا تأقلمهم على النظام التعليم الإلكتروني الجديد. هذا النظام اللي هو بالحقيقة نظام عالمي ويجب أنه نعمل به حتى بعد كورونا، نستمر به ونهتم به خصوصا في ظل هذه الظروف. هذه الامتحانات راح ترفع أكيد من مستوى الطالب، هذه الامتحانات راح تساهم برفع درجات الطالب، هذه الامتحانات أكيد راح تأقلم الطالب على النظام. طبعا في البداية لما أدينا الامتحانات اليومية، الكوزات اليومية للطلبة، وضعنا جدول، يعني أكو تايم تيبل يتم به الامتحانات بشقيها النظري والعملي، هناك بعض المعارضات من قبل الطلبة، ولكن باستمرار تشجيعنا لهم وباستمرارنا بتذليل العقبات لهم بدأت النسبة نوعا ما. باليوم الأول كانت أقل من 70% لتصبح الآن وصلت إلى 95%. إذا نسب المشاركة بالامتحانات زادت من قبل الطلبة لما شافوا أن هذه التجربة تجربة لطيفة وشيقة وممتعة وسهلة، وفي نفس الوقت تحقق ما يبتغيه الطالب من المعلومات العلمية وكذلك الحفاظ على هذا العام الدراسي من أن يخسروه. فزادت نسب المشاركة وتستمر بنسبة الزيادة، وصلت يعني لغاية اليوم إلى تقريبا 95%. حتى الدرجات للطلبة تزايدت تتصاعد، كون الطلبة عرفوا قيمة الامتحان وعرفوا أهمية الامتحان، وحتى العقبات البسيطة اللي ظهرت في البداية تم تلافيها. نعم لا زالت أكو عقبات مسؤولة عنها الدولة، ألا وهي ضعف الإنترنت، ولكن أيضا وضعنا لذلك حلول ضعف الإنترنت وانقطاع الكهرباء، وضعنا حلول للطلبة، والطلبة الآن يعملون بشكل جيد في ظل هذه الامتحانات.